من جهته أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن تحالف الأحزاب الأربعة منذ أيام دليل على تحضير آلية دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسية 2019، فيما أرجع ولد عباس قرر الترشح والفصل في ذلك للرئيس نفسه. التحالف اللي أسسناه قبل 4 أيام هي آلية قوية، لأن كان تلاحم والتآخي ما بين الأحزاب الأربعة واقفين مع الرئيس من 99 لحد الآن. لما الرئيس يقرر الكلمة الأخيرة ليه، لا ليه ولا لواحد آخر، كي يقرر يعطي الجواب نتاعو، الشيء اللي قرر هو حنا نطبقوه فورا.